أكثر من 7 حملات تشجيرية في المثنى وحدها خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وعشرات مثيلاتها في عموم العراق نفذتها فرق تطوعية وحكومية، لكن أشجار هذه الحملات سرعان ما تذبل أو تموت نتيجة الإهمال وعدم المتابعة. السبب الأول أنه عدم المتابعة من خلال الجهة المشجرة، يعني مثلا احنا قمنا بحملة تشجير في المدارس، المفروض تكون متابعة لهذه الأشجار من خلال إضافة الأسمدة، إضافة المياه لهذه الأشجار، لأن لأن تركت الأشجار راح تموت. عدم اختيار الأشجار الملائمة لبيئتنا ولطبيعتنا، وبالتالي أكيد هذا بعض الأشجار ما تلام طبيعة الجفاف وارتفاع درجات الحرارة بالمحافظة، وبالتالي تفشل عملية النبات والنمو. وبحسب خبراء الزراعة فإن غرس الأشجار واختيار أنواعها في مناخ العراق الحار يتم بشكل عشوائي من دون تنسيق مشترك مع الجهات المتخصصة، مؤكدين أن العملية يجب أن تخضع لإجراءات علمية يتم فيها اختيار المكان المناسب للشجرة وفقا لصنفها ونوع تربتها. نعرف أن الترب عندنا في خاصة المناطق الوسطى والجنوبية يكون ماء الأرض مرتفع بها، وبالتالي هذه العملية تسبب أنه فشل نمو هذه الأشجار، خاصة بعض الأشجار تكون حساسة للماء الأرضي المنخفض، وبالتالي أيضا نوع التربة إذا كانت تربة مزيجية أو رملية تشجع هذا النمو، بينما التربة الطينية الثقيلة قد تسبب الإغداق وفشل نمو هذه الأشجار. وطالما أن المتخصصين مبعدين عن تخصصهم فإن فشل التشجير سيتكرر مستقبلا، حقيقة تدركها المنظمات البيئية في المثنى، وأقامت بخصوص ذلك ندوة حوارية مع الحكومة المحلية أوصت خلالها باستثمار الخريجين من المهندسين الزراعيين لمكافحة التصحر. المهندس الزراعي مظلوم من هاي الناحية، ما أقدر أوظفه أنطي قروض أو أنطي منح، من القروض لازم يرجع بمرجو وأنطي شروط، يابا أنت مو تاخذ بس القرض، لا أنا أريد منك أنه فعال إنتاجي، مشروع إنتاجي. فهذه الخطة تقلل، احنا ما نقدر نقول فرض اسبوع او اسبوعين، على مدى سنوات. وتقع مسؤولية مواجهة التصحر والتغيرات المناخية في العراق على عاتق دائرة الغابات ومكافحة التصحر التابعة لوزارة الزراعة، لكن ما يخصص لها ماليا لمواجهة هذا التحدي الكبير لا يسد من الحاجة شيئا. من المثنى خليل بركات، يو تي في.